يناقش وفود دول ومنظمات إقليمية ودولية مشكلات الجنوب السوداني والأزمة في إقليم دارفور خلال مؤتمر علمي تطبيقي يعقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو. ويعقد المؤتمر برعاية الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون السودان، وتشارك في أعمال المؤتمر وفود من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين ومصر وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن السوداني. وسيبحث المشاركون في المؤتمر سبل حل مشكلات السودان ومصالح الدول الكبرى فيه.